اهلا بيكم شباب اعدادي في فيديو جديد. والفيديو الجديد ده النهاردة بنتكلم فيه على حاجة اسمها used to دي معناها اعتاد ان. دي تملي الرول دي او القاعدة دي بتتشرح طبعا مع الباست، واحنا شرحنا قبل كده الباست سيمبل سواء فورم او نيجاتيف او كويستشن، والكي ووردز او التايم اكسبريشنز اللي بتدل على الباست سيمبل. كمان اتكلمنا او عملنا شوية اكسرسايزز على التنس ده لانه مهم جدا ومكمل معايا طبعا لسنين جاية قدام، وطبعا احنا درسناه قبل كده برضو من زمان. تمام، فالباست سيمبل حاجة من ضمن الحاجات اللي بستخدم كلمة او اكسبريشن مهمة قوي، بستخدم اكسبريشن مهمة قوي اسمه used to، معناها اعتاد ان، اعتاد ان يعمل حاجة. طيب هي used to دي هنا اولا used دي في الباست مش استخدم، use احنا عارفين فيرب بمعنى يستخدم او يستعمل، لكن لما احطها used في الباست مع to معناها اعتاد ان يعمل حاجة معينة. خلي بالنا ان used to بيجي وراها فيرب في الانفينيتيف، فعل في المصدر. تمام، طيب يعني مثلا انا دلوقتي عايز اقول when I was young، لما انا كنت صغير في السن، I used to play in the street، كنت متعود مثلا ألعب في الشارع. دي مثلا جملة بتتقال ببساطة على habit أو past habit، عادة في الماضي كانت بتحصل. طب هل دي معناها إن العادة دي بتحصل دلوقتي؟ خلاص هي وقفت، احنا كنا متعودين نلعب في الستريت في الشارع من زمان، لكن دلوقتي ما بيحصلش الكلام ده. ممكن ناخد sentence تاني، My father used to work in a bank. والدي كان معتاد ان هو يشتغل في بنك. But now he works in an office. لكن هو دلوقتي بيشتغل في مكتب. اللي عايزين نوضحه يا شباب ان used to بيجي وراها infinitive بتعبر عن عادة في الماضي. تمام؟ ولما بكمل بقية الجملة بحط الverb في present في المضارع على اساس ان ده مش عادة في الماضي ولكن ده الوضع الحالي دلوقتي. My father used to work in a bank، هو اعتاد ان هو يشتغل في بنك. But now he works in an office، هو دلوقتي بيشتغل في office. إذن used to بتيجي في الأول معناها اعتاد أن، بيجوا verb في الانفينيتيف. طب نفس الverb ده لو حطيته بقى بعد كده في تكملة الجملة، عايز اقول هو اعتاد ان هو مثلا يشتغل في بنك بس دلوقتي بيشتغل مثلا في office في مكتب او في شركة خاصة بي، يبقى works بحطها في present. طبعا هي شيء الverb في present S-E-S-I-E-S زي ما خدنا في present simple tense قبل كده، وطبعا ال I, we, you, they ما بياخدش الverb معهم اي حاجة، بيتحط في شكله في infinitive form. طيب هل النيجاتيف بتاع used to صعب ولا سهل؟ لا سهل جدا. يعني أنا كنت بقول مثلا I used to like salad، أنا كنت متعود أن أنا أحب السلطة. طيب أنا دلوقتي عايز أحطها في النيجاتيف، هقول إيه؟ I didn't use to like salad، أنا ما كنتش متعود أن أنا أحب السلطة. خلي بالك معايا ان used to plus infinitive، النيجاتيف بتاعها didn't use to plus infinitive. طبعا didn't دي لما بننفي اي verb في الباست زي ما احنا عارفين، ويوز هتتحط الverb في الانفينيتيف من غير طبعا دي في الانفينيتيف فورم في المصدر، وبعد كده to infinitive عادي. يعني ممكن اقول I didn't use to like salad when I was young، ما كنتش متعود احب السلطة لما كنت صغير. But I love it now، ولكن انا بحبها دلوقتي. شايف؟ خلي بالك تكملة الجملة But I love the present، الوضع الحالي ان انا بحب السلطة دلوقتي او السلطة دلوقتي. هل شكل الكويشن منها برضو بيبقى صعب؟ لا طبعا. ممكن اقول Did your mother used to read to you when you were young؟ هل مثلا، عايز اقول هنا، هل والدتك كانت متعودة تقرأ لك قصة لما كنت صغير؟ برضو بحط did في البداية لان ده طبعا used to the past، فلازم اسأل بdid زي ما اتفقنا، مش هينفع انا do does لان do does do present، did في الباست وdid مع كل البروناون زي ما اتفقنا قبل كده. Did your mother use infinitive؟ بعد كده to read to you when you were young، بكمل الكويشن عادي، كويشن فورم عادي، واحط كويشن مارك في الاخر. في ال WH question برضه الموضوع سهل جدا،
هقول where did you used to live before you moved to the city. عايز أقول أنت فين كنت متعود إنك تعيش قبل ما تعزل للمدينة جدا. كل الشغل هنا في الكويشن في الباست وجايب كويشن وورد اللي هي where. تمام؟ فأنا ممكن أقول we used to live in a village. إحنا كنا متعودين أو اعتدنا إن إحنا نعيش في village في قرية. إذا used to بيجي وراها infinitive. Didn't used to بيجي وراها infinitive. ولو عملتها في شكل الكويشن did you used to do something في الانفينيتيف طبعا. ومثلا لو أنا حبيت أقول سؤال أقول what did you used to do when you were younger. أنت كنت متعود تعمل إيه لما كنت صغير. ده بالنسبة للبارت الأولاني في الدرس ده وهو شرح قاعدة used to plus infinitive questions. وطبعا هنبتدي بأول جملة في choose بتقول he used to space in the countryside. الاختيارات معايا lived, live, living, lives. عايز أقول هو كان معتاد إن هو يعيش في الريف. طيب احنا اتفقنا إن used to بيجي وراها تمام verb في الانفينيتيف فعل في المصدر هدور على live. مظبوط اجابتك live. sentence number 2 بتقول احمد's grandmother used space work in a hospital. عايز اقول ان جدة احمد used اعتادت ان هي تشتغل في hospital في مستشفى. خلي بالك جايب لي used بس هيسألني في to تي دبل او ولا for ولا of ولا to تي او واحدة. طيب احنا خدنا used بيجوها to اللي هي تي او واحدة تي دبل او دي معناها ايضا دي حاجة تانية مش في درسنا النهاردة. used بيجوها to بعد كده بيجوها infinitive فالاجابة طبعا هي الاخرانية هتبقى to تي او. sentence number 3 بتقول did he space to walk to school. والاختيارات عندي use to use used used to. طيب did he لما نحب نعملها في الكويشن يا شباب did he وهو اصلا حاطط لي to walk يعني حاطط لي to infinitive فانا محتاج هنا بس use. هل هختارها بشكل الانفينيتيف فورم use من غير اي اضافات ولا هختارها used في الباست. تمام هختارها use في الانفينيتيف لان انا عندي did في الاول ما هو دي طريقه شكل الكويشن. لما احط did يبقى لازم verb في الانفينيتيف اللي هو طبعا use يبقى هتبقى الاجابه طبعا use. did he used to walk to school وquestion mark في الاخر. sentence number 4 بتقول they used space a small car. عايز اقول هم كانوا معتادين او متعودين على ان هم يبقى عندهم عربيه صغيره. to having to have having. جميل used لازم to infinitive تمام وانا عندي to infinitive to have مش هينفع ابدا يا شباب ان انا اختار to having ing مفيش الكلام ده او مش اختار infinitive بس have لكن لازم to plus infinitive طالما مش موجوده في space او في complete. sentence number 5 بتقول محمد's uncle space used to live in America. عايز اقول ان عم محمد اعتاد او ما تعودش ان هو يعيش في امريكا. حسب بقى عندي didn't doesn't am wasn't. قلنا نيجاتيف يا شباب used to بناخد منه النيجاتيف didn't صح didn't يبقى الاجابه بتاعتي didn't طالما هو جايب لي used to infinitive يبقى الاجابه هتبقى didn't. sentence number 6 بتقول did you used to have any different hobbies. هل انت كنت متعود ان يبقى لديك او عندك هوايات مختلفة؟ والاجابة no وانا محتاج اكمل بقى في الاختيارات. I did, I don't, I do, I didn't. طبعا احنا اتفقنا لما اجي اجاوب على did you use to do something هقول yes I did or no I didn't. طب هو انا جايب لي no يبقى انا اللي نقص هنا عندي ان انا اختار I didn't ودي اجابة الجملة الستة أو number 6 في التشوز. على exercise اللي هو read and correct the underlined words. sentence number 1 بتقول John's grandfather didn't used to know how to drive. عايز أقول إن جد جون ما كانش متعود إن هو يعرف إزاي يسوق. تمام؟ هو هنا جايب لي used مع to
مفيش مشكلة، بس جايب قبل يوزد didn't. طب هل التركيبة دي أو الشكل ده صح في الإنجليش لما أقول didn't used to؟ Of course not. لازم أقول didn't use to. برافو، use infinitive. يبقى إجابة number one هتبقى use. Sentence number two بتقول What do you use to learn at primary school؟ عايز أقول أنت كنت متعود تدرس إيه أو تتعلم إيه في المدارس الابتدائي؟ طيب what do you used to؟ used to أنا ما عنديش مشكلة، جاية infinitive وده فعلا ده question، آخر السنتنس دي هيبقى question mark. تمام، وال what question word موجود. طب ده طالما سؤال وأنا عايز هنا used to متعود على في الباست، يبقى هقول do ولا did؟ الإجابة طبعا اللي قدامي do، وهي دي الغلط، لازم أقول did علشان أدي معنى اعتاد أن. what did you use to learn at primary school؟ يبقى الإجابة did. Sentence number three بتقول Dr. مجدي يعقوب used for help to give people new hearts. عايز اقول ان دكتور مجدي يعقوب اعتاد ان هو يساعد ان هو يعطي الناس المحتاجة او الناس اللي هم عندهم مشاكل في القلب يدوم قلوب جديدة، يعني بمعنى يعملهم عمليات قلب جديدة. تمام، دكتور مجدي يعقوب used، مفيش مشكلة، بس بص جايب ايه for، لا طبعا used to اعتاد ان، جوا help infinitive used to بدل for هتبقى to. sentence number four بتقول ايمن used to had a sports car. ايمن كان متعود ان هو يبقى عنده عربية رياضية اللي هي بتاعت السبق الريس واللي بيجري بيها في السبق، فهنا انا محتاج اقول ايمن used to، لازم يجواها شباب verb infinitive صح؟ هاد هنا ده فيرب في الباست، اقول له اسف انا احط هنا الفيرب في الانفينيتيف في المصدر، يبقى ايمن يوزد تو، جميل، هاف انفينيتيف، هاف ا سبورتس كار. هنخش بعد كده على الاكسرسايز الاخراني يا شباب في الحلقه بتاعتنا النهارده، والاكسرسايز ده كومبليت ذا سنتنسز وذ ذا كوركت فورم اوف ذا فيرب ان براكتس. عندي فيرب هيبقى بتوين براكتس، تمام، غلط عليا ان انا اصلح. سنتنس نمبر 1 بتقول شي يوزد تو sings nice songs. هل الكلام اللي انا قلته ده صح؟ هنا between brackets انت شايف كلمة او شايفة كلمة sings بالاس. used to بيجوا verb في الانفينيتيف ولا verb في البريزنت ولا verb في الباست حتى؟ تمام، verb في الانفينيتيف في المصدر، يبقى sings دي غلط، هتبقى sing. she used to sing nice songs، يبقى الاجابة sing. sentence number 2 بتقول we didn't used to swim. احنا ما كناش متعودين ان احنا نعوم. طيب نخلي بالنا مع بعض هنا، خلي بالكم معايا يا شباب، didn't وجواها used في الباست، هل ينفع الكلام ده؟ didn't يجوا فيرب في الباست او regular او irregular؟ ما ينفعش طبعا، لازم احطه في الانفينيتيف، فهقول we didn't use to، هشيل بس الدي، هتبقى use to swim. sentence number 3 بتقول Did he space to ride bikes؟ وجايب لي question mark في الاخر، هل هو كان معتاد او متعود على انه يركب عجل؟ طيب did he برضه ده سؤال، وطالما في did تمام لازم اخد الفيرب بتاع used to في الانفينيتيف، هيبقى use بس، ما ينفعش اقول used يا اولاد، لان used دي بتيجي في الستيتمنت في الجمله الخبريه، لكن في الكويشن او في النيجاتيف لازم احط use بس في الانفينيتيف، فهتبقى did he use to ride bikes بدل used بالدي، هتبقى use بس، use infinitive. واخر سنتنس معايا النهارده My grandpa used to lived in a village. عايز اقول جدي كان متعود ان هو يعيش في قريه. طيب My grandpa used to، مفيش مشكله، انا محتاج بعد used to بما انه اعتاد ان يعمل حاجه في الباست فيرب في الانفينيتيف. طب lived ده باست اخو دي صح، انا محتاجه انفينيتيف، هتبقى طبعا برافو عليكم يا اولاد live. My grandpa used to live in a village، اعتاد ان يعيش في قرية. اتمنى تكونوا شباب فهمتوا used to ومعاها الانفينيتيف والنيجاتيف بتاعها didn't used to، وازاي اشوفها كمان في شكل الكويشن، واعرف ان used to معناها اعتاد ان يعمل حاجه، لكن دلوقتي في البريزنت الفيرب بتاعه يبقى بريزنت مضارع ما يبقاش في الباست. ان شاء الله اقابلكم في فيديوز تانية. Thank you so much. See you next time.